بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الخامسة في مقرر Visual Basic 2008. قلنا قبل كده إن في عندنا أي برنامج بيتعمل في الدنيا بينقسم إلى 3 مراحل: مرحلة المدخلات، مرحلة المعالجة، مرحلة المخرجات. وشفنا الأوامر اللي بتتم بيها المدخلات والمعالجة والمخرجات في الكونسول أبليكيشن. خدنا الارثماتيكال اوبريشنز اوبريتورز، وخدنا الجمل الشرطيه if then else and if، وخدنا جمل التكرار سواء كان تكرار غير معلوم العدد بشرط do while loop او do until loop، وخدنا النستد استراكشرز ان يكون عندي 2 اف جوه بعض او 2 لوب جوه بعض او 3، وخدنا الجمل التكراريه معلومه العدد اللي هي فور ونكست، وخدنا الخيارات اللي هي سيلكت كيس لو انا عندي عده تفريعات، وخدنا الاريز المصفات ان هي 1 دايمنشن او 2 دايمنشن وعرفنا ازاي بيحجز اماكن في الذاكره، خدنا الدوال الفانكشنز وعرفنا الاستراكشر بتاعها الهيكل بتاعها، وخدنا البرامج الفرعيه السبروتينز وعرفنا ازاي بنكتبها ونطلع وندخل القيم ليها. دلوقتي ان شاء الله ندخل الى انتقاله اخرى جديده، الويندوز ابلكيشنز، تطبيقات الويندوز. لو جبنا الدوت نت وقلنا له نيو بروجكت، بس المره دي هنختار ويندوز فورم ابلكيشن، هيفتح لي شاشه فيها فورم. الفورم اللي قدامنا دي اللي هي الشاشه اللي بنبدا نعمل عليها الشغل. عشان نفهم الكلام ده، لو جينا فتحنا الوورد وفتحنا تنسيق فقره، بتظهر لي شاشه زي اللي قدامنا دي. الشاشه دي بتحتوي على بعض الاشياء. في هنا مثلا زرار بدوس هنا، يعني اختيار يا اما يمين يسار او يسار يمين. في عندي حاجات بختار منها، في عندي حاجات بزود ونقص القيم بتاعتها، في عندي زراير، في عندي معاينه. يبقى في عندي حاجات كتيره، ادوات كتيره موجوده في الشاشه دي. اهو الويندوز ابلكيشن ميزته ان هو بيمكنني ان انا احط كنترولز ادوات زي اللي قدامنا دي وابدا اجري عليها بعض العمليات. الادوات اللي عندنا اللي احنا بنتكلم عليها، لو شفنا في عندنا ادوات كتيره جدا، هنتعرض لاهم ادوات وهناخدهم مع بعض بالتفصيل ان شاء الله فيما بعد. في عندي تكست بوكس اللي هو مربع النص، وده بيكون مهم جدا بالنسبه لي للادخال. في عندي البوتون اللي هو الزرار، وده بيكون مهم جدا بالنسبة لي لعمل الحسابات. وفي عندي الليبل اللي هو مربع النص، اللي هو مربع النص، وده بنظهر فيه المخرجات. تعالوا ناخد مثال أولي. اكتب برنامجا لحساب مجموع رقمين. Write a program to calculate the sum of two numbers. تعالوا ندخل مع بعض على الدوت نت ونشوف ازاي هنعمل هذا الكلام. ادي الدوت نت عندنا، هنيجي نقول له فايل نيو بروجكت، هنختار ويندوز فورم ابلكيشنز، هنسميه ويندوز ابلكيشن 1. ادي الشاشه اللي عندنا اللي هو جابها لي. من تول بوكس بنبدأ نلاقي في عندنا مجمعين التولز عندنا كاتيجوريز، يعني تصنيفات. بيهمني جدا الكومن كنترولز، هنيجي نحط هنا تكست، من عايز ادخل رقمين واحسبهم، فهنيجي على التكست بوكس ونحط واحد ونحط تكست بوكس اخر. طيب الاثنين تكست بوكس دول، انا طبعا كده ممكن اشغل برنامج بس هيطلع لي اثنين تكست بوكس ادخل فيهم 12 و14. طب فين؟ طب مين؟ يبقى لازم نخلي فيه كتابه قبليهم. هنيجي حضراتكم نيجي هنا نحط ليبل وكمان ليبل عشان اكتب هذا الرقم الاول واكتب هنا الرقم الثاني. دلوقتي
مكتوب هنا ليبل، انا عايز بدل كلمه ليبل 1 دي اكتب الرقم الاول. طبعا ممكن ان انا لو وقفت على الـ على الـ على الكتابه الاولى دي ودخلت على البروبرتيز يطلع لي الخصائص بتاعه الكنترول ده بتاع الاداه دي، منها حاجه اسمها تكست 1. تعالوا كده بدل دي نكتب الرقم الاول. نديها رقم، نديها نقطتين، بقت الرقم الاول. طيب بس كتابة صغيرة، ممكن نزودها لو جينا فوق في عندنا فونت، نقدر نخلي نغير الفونت بتاعنا لو عايزين، نخليه اريال ونزود الفونت سايز نخليه 12، ممكن نخلي بولد. يبقى احنا من القائمة بتاعت البروبرتيز بنقدر ان احنا نعدل الخصائص بتاعت الأداة. نفس الكلام لو جينا نشوفه، طبعا هنا رايت تو ليفت هنخليها يس لان واضح ان النقطتين جابهم على اليمين. نفس الكلام هنيجي هنا العنصر الثاني وهنعمل فيه برضو خصائص قريبة، هنخليه رايت تو ليفت، وهنخلي الكتابة بتاعته بدل ما هي ليبل 2 هنخليها الرقم الثاني، وهنغير الفونت بتاعها زي ما عملنا الفونت ده، هنعمل برضو الفونت الثاني هنخليه اريال وفونت 12 ونخليه بولد. طبعا ممكن نحرك ده لغاية ما يحصل يندمج او يحازي الليبل الاولاني. نفس الكلام التكست بوكس ده، مربع النص ده، ممكن ان انا اغير البروبرتيز بتاعته برضه. هي كمان ممكن اغير الفونت، اخلي الفونت بتاعه 12 بحيث يكبر الكتابة شوية، واللي تحت ده برضه اخلي الفونت بتاعه 12 وبولد. انا كده عملت شاشة اقدر ادخل فيها الرقمين، ممكن نشغله، نكتب الرقم الاولاني ب 12 والثاني ب 13. في ملحوظه مهمه، احنا شفنا دلوقتي ان انا ممكن اختار كل عنصر واغير البروبرتيز بتاعته من الشاشه اللي قدامنا دي. نلاحظ ان لو وقفنا، طبعا لو وقفنا ودوسنا اف 4 يجيب لي نفس الشاشه اللي هي البروبرتيز اف 4 في الكيبورد. ده اسمه تكست بوكس 1 وده اسمه تكست بوكس 2. طبعا ممكن نخليه ما يروحش ويجي، ان احنا نثبت من هنا، ده اسمه تكست بوكس 1 اهو وده اسمه تكست بوكس 2. زي ما شفنا ممكن نغير البروبرتيز بتاعته زي ما احنا عايزين خالص، مش اي مشكله. ممكن نغير الالوان بتاعته، يعني ممكن تكست بوكس 1 ده بدل ما هو واخد خلفيه بيضه اديله خلفيه سوداء. ممكن ان انا اغير المكان بتاعه، ادي اللوكيشن بتاعه اهون، بدل الاكس بتاعته 53 ممكن اغيرها اخليها 40، اخليها يمشي ناحيه الشمال شويه، حسب ما انا عايز، حسب ما انا عايز، او احركها بايدي مفيش اي مشكله خالص. يبقى انا ممكن ان انا اغير البروبرتيز كما اريد. انا كده غيرت البروبرتيز بايدي، ممكن ان انا اغير البروبرتيز بالكود. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا تعالوا نشوف تكست بوكس 1 ده، انا هدوس هنا دبل كليك في الشاشه وهاجي اكتب له تكست بوكس 1 اهو دوت ليفت بيساوي 40. يبقى لي كده غيرت البروبرتيز بالكود. تعال نرجع تاني، اخبرنا ان دول هم مظبوطين مع بعض. لو جينا شغلنا ايه اللي حصل؟ ده رجع ورا شويه. ليه؟ لننفذ الامر اللي انا كتبته له. يبقى انا كان ممكن ان انا اغير
في الكتابة بتاعتي أو في البروبرز بتاعتي عن طريق الكود، مش أي مشكلة خالص. كل بقى البروبرتيز اللي أنا عايز أغيرها ممكن أغيرها إما في الديزاين، إن أنا أجي هنا وأغير زي ما أنا عايز، عايز أغير اللون، عايز أغير نوع الخط، كل اللي أنا عايزه أقدر إن أنا أغيره، أو إن أنا أقدر إن أنا أغير يعني مثلا هنا الباك كلر أهو، الباك كلر هنا ممكن أخليه رصاصي، خلفية رصاصي مش أي مشكلة خالص، وأخليها أبيض زي ما أنا عايز، مفيش أي مشكلة حسب ما أنا عايز في الشغل بتاعي. فممكن أنا أغير البروبرتيز بالشاشة أو أغيرها بالكود. طيب كلام كويس. أنا كده دلوقتي طبعا هندخل نلغي خالص، مش عايزين إحنا نغير المكان بتاعها. هندخل دلوقتي احنا عايزين نحسب، احنا دلوقتي حطينا عايزين نحسب، هنحسب ازاي؟ هنحسب عن طريق زرار، يبقى لازم نيجي نحط بوتون هنا زرار، الزرار ده هنخلي عليه كلمة حساب مثلا، يبقى لازم نغير التكست بتاعته، بدل ما هي بوتون 1 هنخليها حساب، وممكن نغير الفونت نخليه برضو 14 مثلا، ونخليه بولد، ونزود شوية الشكل بتاعه. طيب أنا محتاج أحط ليبل تحت أظهر فيه القيم الناتج بتاعي، برضو هنغير الفونت بتاعه ونخليه بولد. طيب دلوقتي الراجل ده لما يجي يشتغل، تعال نشغل كده، هاجي اكتب هنا 12، اكتب هنا 13، ودوس حساب، ما عملش اي حاجه خالص، وكلمه ليبل 3 اللي طالعه دي شكلها مش كويس. طيب انا عايز الغي ليبل 3، اما الغيها من هنا او من جوه، يعني اجي هنا، بس اهم حاجه نكون نعرف اسم الكنترول ايه، يعني اسم ده ايه، اسمه ليبل 3، لازم اجي اقول له ليبل 3 دوت تكست بيساوي فاضي. تعالوا نشغل كده. طلع في هنا ليبل 3 موجود بس طلع فاضي. طيب انا عايز لما ادوس على زرار حساب يحسب، يعني قلت 12 و13 يحسب، يطلع المجموع فين؟ في الليبل 3. سهله جدا، هنرجع للديزاين بتاعنا، هندوس على حساب دبل كليك، يقوم يجيب لي شاشة اكتب فيها كود، ناخد بالنا هنا مكتوب بوتون 1 دوت كليك اندرسكور كليك، يعني ودي برضو حاجة مهمة، ان الفيجوال بيزك بيعتمد على حاجتين مهمين. اول حاجة البروبرتيز، ودي اللي احنا اتكلمنا عليها، ان انا عايز اغير الكتابة بتاعت الليبل 3، عايز اغير اللون، عايز اغير المكان بتاعه، كل ده ينفع عن طريق البروبرتيز. في حاجة تانية مهمة جدا اللي هي الايفنت بقى، الحدث، ان انا عايز لما ادوس على حساب يعمل لي حدث معين، يبقى لازم ان انا اكتب له الحدث اللي عايز يعمله، اللي انا عايز اعمله لما ادوس على الكليك على البوتون الاولاني. طبعا واضح جدا ان انا عايز اخلي الكتابه بتاعت ليبل 3 دوت تكست عايزها تبقى عباره عن التكست بوكس 1 دوت تكست زائد التكست بوكس 2 دوت تكست. مش احنا عايزين ان الكتابه اللي تكتب في الليبل 3 تبقى هي حاصل جمع الكتابتين المكتوبين في التكست بوكس 1 والتكست بوكس 2. تعالوا نشغل كده. هنكتب هنا 12 ونكتب هنا 13، هندوس حساب، هيطلع لنا نتيجة غريبة، كتب لي 12 جنبيها 13، ده مش جمع، ده حطهم جنب بعض. ده بسيط جدا، لان ده اسمه تكست بوكس مربع نص، بندخل فيه نص، فهو اعتبر ان ال 12 دي نص سترينج وليس بنمبر، فلذلك جمعه لي جمع حروف، حط لي الحرفين دول جنب الحرفين دول. طب ايه الحل؟ انا عايز يجمع لي جمع رقمي، يبقى لازم نجيب الفاليو بتاعه التكست 1 زائد الفاليو بتاعه التكست بوكس 2 دوت تكست. يبقى انا هنا مش هجمع بقى ارقام مع بعضها،
مش هجمع سترينجز مع بعضها تكست مع بعضه، لا انا هجيب الاول ليها الفال، ودالة فال دي بدالة بتجيب لنا القيمة بتاعة السترينج. تعالوا نشغل كده، هنكتب له 12 ونكتب بتاع 13 وندوس حساب، راح مجمع لي 25. الميزه هنا عن الكونسول ابلكيشن، اولا الشكل جميل وكويس، ان انا لو حبيت اجمع دي 14 مش شغال بدل ما اقوله جديد، لا انا بكتبه وخلاص، عايز اقول دي 17، فاي رقمين اكتبهم يقدر ان هو يدوس على زرار حساب يحسبهم لي. ممكن واحد يقول لا انا عايز اعمل شغل اعلى من كده، انا عايز مش ادوس على حساب، انا عايز مجرد ما اقف عليها يحسب. سهله جدا، لو جينا وقفنا هنا حضراتكم على البوتن دوت كليك، نلاحظ ان هنا جايب لي كل الكنترولز اللي عندي، بوتن 1 ليبل 1 ليبل 2 ليبل 3 تكست بوكس 1 تكست بوكس 3. تعالوا نقف على ليبل 1، بيديني هنا الحدث اللي ممكن ان هو يعمله. طبعا اشهر حدث عندنا في البوتن في الزرار اللي هو الكليك، لكن ممكن واحد يقول انا عايز لما امشي عليه مثلا يعني، او دبل كليك، مش كليك واحد، انا عايز اعمل دبل كليك، او عايز لما ماوس موف، لما احرك الماوس، لما احرك الماوس اي تحريكه، او ادوس على الماوس في اي مكان. يبقى في عندنا ايفنتس كتيره جدا، احداث كثيره جدا ممكن ان هو يتعرض لي ليها. فلو جينا هنا قلنا ماوس موف مثلا، هيفتح لي سب روتين تاني، برنامج فرعي تاني اكتب فيه اللي انا عايز اعمله لما يقف عليه. تعالى مثلا ناخد نفس الكلام ده كده ونحطه هنا كوبي بيست. تعال نشغل برنامج كده، انا هاجي اكتب 12 ونكتب 13، بمجرد ما اقف معدي، بس انا ما دوستش انا عديت بس. طب تعالى نكتب كده مثلا، نمسح 13 ونخليها 16، بمجرد بس ما الماوس يتحرك عليه يبدا ان هو يعمل لي في بعض العمليات اللي انا هنصله عليها. طبعا بالطريقه دي ممكن ان انا اعمل برامج كتيره جدا. تعالوا ناخد برنامج تاني نشوف مع حضراتكم. يبقى المهم دلوقتي عندنا ان احنا فهمنا ان انا بعمل شاشه فورم، احط فيها الكنترولز اللي انا عايزها، الادوات اللي انا عايزها حسب التصميم اللي انا عايزه، ببدا اغير في البروبرتس بتاعتها سواء عن طريق الشاشه اللي معانا دي او عن طريق الكود حسب ما انا عايز، ببدا اعمل ايفنتس، اعمل احداث تتم على الادوات اللي عندي عشان تؤدي النتيجه المطلوبه. تعالوا نشوف الكلام كده معانا، نعمل برنامج تاني نشوف ازاي بنقدر ان احنا نشغل نلعب بالادوات بتاعتنا. تعال نعمل برنامج يمكن غريب شويه، هنعمل زرار هنا وهنغير الفونت بتاعه، نكبره شويه ونخليه بولد، وهنكتب له الكتابة بتاعته، هنقول له اضغط هنا. يبقى انا حطيت زرار وكتبت عليه اضغط هنا. تعالوا نشوف الليفت بتاعه كام، تعال نشوف مكانه في اللوكيشن، هنلاقي ان الليفت بتاعه 70، الاكس بتاعه 70. طيب انا بسهوله جدا ممكن اعمل حاجه بسيطه، اعمل ايه؟ هاجي اقول هلعب في موضوع الماوس موف،
هاجي اقول له لو واحد جه واقف على الزرار ده، خلي لي بوتون 1 دوت ليفت بتساوي 210. تعال نشوف اللي هيحصل كده. انا شغلت البرنامج والزرار الناحية دي، اول ما يجي يقف هنا الزرار مشي، بس لما يجي يقف هنا هيلاقي الزرار ما مشيش فيضغط عليه. فانا ممكن اعمل حاجة بسيطة جدا، ده بقى الشغل اللي احنا خدناه قبل كده. هقول له اف او سيلكت كيس هنعمل سيلكت كيس تبعا لقيمة الليفت 1 البوتن 1 دوت ليفت. في عندي كيس منهم ان يكون ب70. في هذه الحالة هحط واقول له هيبقى البوتن 1 دوت ليفت بتساوي 210. طيب عندنا كيس ممكن تكون 210، هقول له خليها لنا 420. دلوقتي هنخلي الليفت ب 420. طيب في عندنا كيس اخرى ان يكون 420، فهنقول له ان الليفت بتاعنا 70. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي اليوزر، يمكن لعبه بسيطه جدا، ان احنا عايزين اليوزر الزرار يكون الليفت بتاعه ده بدايه 70، لو كان 70 يخليه 210، لو هو 210 يخليه 420، لو هو 420 يخليه 70 مره ثانيه. تعال نشغل البرنامج كده، تعال نشوف. يبقى هو البرنامج يقف هنا يوديه هنا، واضح الكلام ده؟ ان هو كل ما يجي يضغط في حته يروح مغير الاكشن بتاعه، واضح؟ ده كده برنامج عملناه واستفدنا فيه من السيلكت كيس اللي احنا خدناه قبل كده، ومن البوتن 1 اندر سكور موف ماوس موف اللي هو تحريك الماوس بتاعنا. بهذه الطريقه نقدر ان احنا نعمل برامج كتيره جدا يكون فيها اكشنز، يكون فيها شغل عن طريق اللعب في حاجتين زي ما قلنا، البروبرتيز والايفنت. البروبرتيز اللي هي الخصائص زي ما شفنا، ان انا ممكن اغير الكتابه هنا اعمل اللي انا عايزه، والايفنت اللي هو الحدث. احنا دلوقتي اشتغلنا بحدث اللي هو الماوس مو اللي هو تحريك الماوس عليه. تعالوا نشوف نعمل برنامج تاني برضو، ممكن نعمل برنامج تاني. ويندوز ابلكيشن اخر، عايزين نعمل برنامج لعبة بسيطة يطلع سؤال: هل انت رجل طيب؟ ويقول له نعم ولا. سؤال حاجة بسيطة، هنحط هنا ليبل عشان نحط فيه السؤال، وهنيجي هنا نحط زرارين ممكن طبعا نختار كلهم مع بعض ونغير الخصائص بتاعته مره واحده لو في خصائص مشتركه زي الفونت مثلا. عايزين الفونت بتاعهم نخليه 12 ونخليه بولد، فممكن احنا نغير الخصائص مره واحده. طيب ايه الكتابه اللي احنا عايزينها هنا؟ الكتابه اللي احنا عايزينها هنا هنيجي في التكست، ونقول له هل أنت شخص مجتهد؟ سؤال بسيط جدا، هل أنت شخص مجتهد؟ هنيجي في البوتونز بتاعتنا، واحد فيهم نكتب له نعم، والتاني نكتب له لا. طيب عادي هنشغل البرنامج يطلع للمستخدم يقول له هل أنت شخص مجتهد؟ ممكن يقول نعم ممكن يقول لا، مفيش أي مشكلة خالص.
لا احنا عايزين نعمل لعبة مع المستخدم ان هو يجي يدوس على نعم تتحول تبقى لا، واللا تبقى نعم. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ سهل جدا. ان احنا اولا قبل ما ندخل هنا، يمكن هنحذف الكلام ده، في ملحوظة مهمة عايزين نعملها، ان الزرار ده اسمه بوتون 1 والزرار ده اسمه بوتون 2، يعني اساميهم لازم نحتفظ بيها، وان كان بعد كده هنشوف ازاي ان احنا نغيرها. تعال نشوف بوتون 1، بوتون 1 ماوس اوفر، ماوس موف. انا عايز لما اقف عليه يعمل لي حاجة بسيطة جدا، يخلي لي بوتون 1 دوت تكست تبقى بتساوي لا، ويخلي لي بوتون 2 دوت تكست بتساوي نعم. تعالوا نشغل كده وان كان البرنامج لسه ما خلصش. هل انت شخص مجتهد؟ لكن لو جيت وقفت هنا ما اتغيرتش. طب لو جيت وقفت هنا برضه، ما يبقى احنا ممكن بسهوله جدا لازم برضه نيجي تاني على الزرار التاني ده، مش كليك، انا مش عايز كليك، انا عايز ماوس موف. هنكتب له نفس الكلام ده بس نبدل، هنخليها بوتون 2 بوتون 1، بوتون 2 هي اللي تبقى لا وبوتون 1 تبقى نعم. تعالوا نشغل كده ونشوف. انا جيت وقفت على نعم بقت لا، جيت وقفت على نعم يبقى هو يقعد يروح، اول ما يروح لنعم تبقى لا ولا تبقى نعم. واضح؟ يبقى انا ممكن ان انا بسهوله جدا ابدا اجتهد في الايفنتس اللي عندنا اللي هي الاحداث اللي معانا علشان نغير البروبرتيز اللي معانا. تعالوا نشوف ازاي نعمل برنامج يعني اعمق من كده شويه. احنا عملنا من شويه برنامج جمع رقمي، تعالوا نشوف مع بعض لو عايزين نعمل برنامج يعمل جميع العمليات الحسابيه. سهله جدا. عايزين زي ما قلنا نعمل برنامج يعمل عمليات ضرب جمع اسم طرح. تعالوا نشوف مع بعض. هنقول له فايل نيو بروجكت ويندوز ابلكيشن، ممكن طبعا نديله اسم بقى اوبريشن. احنا محتاجين هنا ايه؟ محتاجين نحط تكست بوكس، محتاجين نحط ليبل، طبعا ممكن ان احنا نظبط البروبرتس بتاعتنا، الفونت بتاعنا هنخليه 12 ونخلي البولد ترو. ممكن ناخد الاثنين دول كوبي وبيست، كنترول سي كنترول في، ممكن نشاور عليهم كلهم ونحطهم هنا. هنحط زرار بطن برضه، هنزود الفونت بتاعه. هناخد كوبي وبيست منه، ممكن ناخد كوبي من الاثنين، ممكن لو عايزين نغير السايز بتاعهم، طبعا واضح ان هما مش متوزعين كويس، في ان احنا ممكن في الفورمات نظبط الهوريزونتال سبيسنج بتاعتهم،
واضح ان هم مش على نفس الارتفاع، ممكن في الفورمات الاين توب نخليهم على نفس الارتفاع. هنغير هنا الليبل 1 ده، هنخليه الكتابة بتاعته التكست بتاعه الرقم الاول، وهنخلي ليبل 2 الرقم الثاني. دلوقتي عايزين بقى ندخل في حاجه مهمه جدا. انا عندي اتنين تكست بوكس، وده اسمه تكست بوكس 1 وده اسمه تكست بوكس 2، في عندي اربع زراير. يفضل ان انا اغير النيمز بحيث تبقى ليها معنى. يعني ده الرقم الاول، فاروح جاي هنا في النيم هسمي ده فيرست بالانجليزي فيرست نمبر. بس عشان ده تكست بوكس يفضل في النهايه اكتب ثلاث حروف تميز التكست بوكس عن ما سواه، تي اكس تي. نفس الكلام ده هسميه سكند نمبر تي اكس تي. طيب الزراير، الزرار ده هسميه اد بوتون بي تي ان، والزرار ده هسميه سبتراكت بوتون، والزرار ده هنسميه مالت بوتون، والزرار ده هنسميه ديفايد بوتون. هناخد كوبي وبيست من ليبل من احد الليبلز دي ونحطه هنا، وهنسميه ريزلت ليبل ال بي ال، بحيث ان انا لما اجي حبيت انا عايز اغير البروبرتيز بتاعت الزراير دي، مش لازم ادخل هنا واتعب نفسي، لا انا هاجي هنا اقول له اد بوتون دوت تكست بتساوي اد او اضافه. هقول له ان السبتراكت بوتون دوت تكست بتساوي، وهنكتبها المالت بوتون دوت تكست بتساوي الديفايد بوتون دوت تكست بتساوي يبقى انا الميزه هنا لما سميت المفاتيح، لما سميت المفاتيح بتاعتنا او الكنترولز بتاعتنا اسامي ذات معنى، مكنتني ان انا اقدر اشتغل عليها من غير ما ارجع للقائمه الرئيسيه واعرف مين بوتون ومين بوتون اتنين. هنيجي طبعا نكتب هنا طرح، طبعا كتبت كله الاول عشان اغير العربي ما اقعدش اغير اللغه بتاعت الكيبورد كذا مره، واكتب هنا ضرب، واكتب هنا قسمه. تعال بقى نشوف حضراتكم، انا كده عملت الجزء اللي خاص بتاعنا. لو جينا شغلنا ادي رقم الاول رقم الثاني اضافه طرح ضرب قسمه، طبعا ممكن نوسعها شويه علشان يبان الكتابه بتاعتهم، بس انا عايز كمان ان الريزلت ليبل تبقى فاضيه. لما اجي احمل هنيجي نقول له الريزلت ليبل دوت تكست بتساوي فاضي. تعال نشغل الرقم الاول الرقم الثاني اضافه طرح ضرب قسم. تعالوا حضراتكم نبدا نشوف نعمل اكشنز. البوتون ده اللي هو الاد بوتون هيعمل ايه؟ هيكتب لي ان الريزلت ليبل دوت تكست، انا مش هحط بس ناتج الجمع، لا ده انا هعمل حاجه جميله، هقول له الفيرست نمبر تكست دوت تكست زائد علامة زائد زائد السكند. دي زي ما كنا في الكونسول دوت رايت لاين هناك في الوين في الكونسول ابلكيشن، كنت بكتب له 3 زائد 4 تساوي 5، فده اللي هنعمله هنا، بس بدل الات اند بكتب له زائد وعلامة تساوي زائد. بقى حاصل الجمع، حاصل الجمع اللي هو مين؟ اللي هو
طبعا هي المفروض دي دوت تكست زائد الفاليو بتاعت الفيرست نمبر تكست دوت تكست، هجمع عليها الفاليو بتاعت السكند نمبر تكست دوت تكست. هنفهم مع بعض الجملة دي. انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا بقول له دلوقتي، طبعا ممكن نخفي ده مش عايزينه. دلوقتي انا عايز اقول له الريزلت ليبل دوت تكست بتساوي ايه اللي هيتحط فيه الريزلت ليبل دوت تكست؟ هيحط الرقم الكتاب بتاعت الرقم الاولاني كتكست، ويحط علامة زائد، ويحط الكتاب بتاعت الرقم التاني، ويحط علامة تساوي، وبعدين يحط لي مجموع الرقمين. طب تعالوا نشوف هيعمل ايه. نقول له 2 3 اضافه، هيجيب ايرور. when casting from a number the value must be number less than infinity. هنا نقطه مهمه، ان انا هنا حاط الفيرست، ممكن اوقف البرنامج. انا عندي هنا الفيرست دوت تكست، ده عباره عن string، وعلامه الزائد دي string، وهنا ده string، وده string، لكن ده ايه؟ ده number، بجمع معاه number. يبقى هنا ما ينفعش ان انا اجمع number مع number واجمعهم مع string. طيب ايه الحل عندنا؟ الحل ان انا حاصل الجمع ده عايز احوله لسترينج. حاصل الجمع ده عايز احوله لسترينج. في عندنا داله اسمها str، اللي هي اختصار string، بتحول لي النمبر لسترينج. يبقى خد بالك احنا عملنا ايه هنا؟ حولنا الفيرست نمبر تكست ده، حولناه لفاليو عشان نجمع فاليو مع فاليو، وبعد ما جمعناهم كفاليوز عايزين نحولهم تاني لسترينج. تعالوا نشغل الكلام ده كده ونشوف. نقول له 3 4 اضافه، قال لي 3 زائد 4 تساوي 7. خلاص، بمجرد ما عملت ده هروح جاي دبل كليك هنا ودبل كليك هنا ودبل كليك هنا. اللي انا كنت عملته الاد بوتون. طب في المالت بوتون نفس الكلام بالظبط، مش هيفرق. الفرق كله ان العمليه الحسابيه بتاعتنا هتبقى بدل ما هي جمع هتبقى ايه؟ ضرب. وبدل العلامه اللي بين الرقمين بدل ما هي زائد تبقى علامه اكس. نفس الكلام ديفيجن، بدل ما هو بيجمع يقسم. وبدل علامة الجمع ما هي طالعة، يطلع لي علامة الاسم. نفس الكلام في الطرح، هنشيل البطن ده نمسحه كده. لسه الطرح برضو بيست، وهنغير العلامة دي نخليها علامة طرح، ونغير العلامة دي نخليها علامة طرح. يبقى ناخد بالنا الفارق ان العلامة دي العلامة اللي بيجري عليها العملية الحسابية كده حطيناها فيه، لكن دي تكست بتطلع عادي اعمل فيها اللي انا عايزه. وممكن طبعا اسيب هنا مسافة وهنا مسافة بحيث يبقى المنظر مش لازق في بعضه. وبرضو علامة التساوي ممكن اسيب قبل منها مسافة وبعد منها مسافة. يبقى انا كده عملت برنامج يعمل جميع العمليات الحسابيه، الجمع والطرح والضرب والقسمه. تعالوا نشوف 2 4 ضرب، قال لي 3 في 4 ب 12. طب لو درسنا قسمه، قال لي 0.75. طب طرح ناقص 1. طب اضافه، يبقى يقدر ان هو يعمل لي عمليات كثيره جدا. بالطريقه دي نقدر ان احنا زي ما بنقول عن طريق الايفنتس الاحداث، وعن طريق البروبرتيز اللي هي دوت تكست مثلا، او المكان دوت ليفت او دوت توب حسب ما احنا عايزين، نقدر ان احنا نعمل عده برامج كثيره جدا ان شاء الله. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.